بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح النهاردة إن شاء الله طريقة تغيير تاريخ الميلاد لحسابات الفيسبوك المعطلة. تابع معايا لآخر شرح الفيديو وما تدخلش على اللينكات على طول، لأن هشرح في الفيديو ده حاجات مهمة جدا لازم تمشي بيها. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو علشان أعرف كل اللي بيتابعوني. تعالوا يلا نبدأ الشرح. أول حاجة ادخل على الموقع موجود في الديسكربشن أسفل الفيديو. أنا حالا بتكلم على تغيير تاريخ الميلاد للحسابات المعطلة بس. طيب اول حاجة هتكتب هنا اسم بالكامل، تاني حاجة هتكتب تاريخ الميلاد اللي انت عاوزه، يعني هنشوف تاريخ الميلاد مثلا اللي احنا هنكتبه في الاكونت المعطل ده. بعد كده تكتب الرسالة دي، هنعمل نسخ للرسالة ونرجع نضيف الرسالة هنا كنترول V. تمام، هنا بيقول لي عنوان بريد الكتروني او رقم الهاتف المدرج بالحساب. طبعا لو هو بريد الكتروني انت تحط تكتب هنا بريد الالكتروني بتاعك، لو رقم الهاتف هتكتب رقم الهاتف عادي جدا. طبعا انا قلت للحسابات المعطلة بس، يعني لازم يكون وشرط اساسي انه يكون للحسابات المعطلة. طيب بعد ما نعمل كل حاجة، طبعا قلنا هنا نحط هنا البريد الالكتروني، بعد كده اضغط على ارسال. بعد ما تضغط على ارسال هيوصل لك رسالة ان العملية اللي انت عملتها ديت نجحت. طيب بعد كده الخطوة التانية هنعمل ايه؟ حاول تعمل نفس، يعني تدخل على نفس اللينك وتحاول 5 مرات ورا بعض. يعني احنا مثلا عملنا المرة الاولى وعملنا ارسال، بعد كده نعمل المرة التانية ونغير تاريخ الميلاد ونعمل ارسال، والتالتة والرابعة والخامسة. تمام، بعد كده هتدخل على الرابط بتاعنا بس على شكل فون. ازاي على شكل فون؟ انا هدخل على الرابط كان هنا، يعني زي ما انت شايف هنا ام، اما هنا www. احنا هنشيل www ونحط ام، ده يفتح بشكل الفون. تمام، هنكتب هنا الاسم الكامل وهنكتب تاريخ الميلاد اللي احنا محتاجينه وهننسخ هنا الرسالة ونرفعها هنا. هنكتب رقم التليفون او البريد الالكتروني بتاعنا بس الحساب يكون معطل، والتك او على الحساب لازم يكون معطل دي. ماشي، بعد كده هنجرب نضغط على الارسال ونجرب يعني حوالي 2 أو 3 مرات. طبعا لو عن طريق الفون فمش هيوصل لك رسالة طبعا، لان ما فيش رسائل بتوصل على الفون. اما لو على البريد الالكتروني بس هيتغير، لو على البريد الالكتروني هيوصل لك رسالة على البريد الالكتروني سواء الاكونت قبل تغيير الاسم ولا لا، او هيطلب منك ارسال الهوية. طبعا هترسل الهوية لازم يكون الاسم هو نفس الاسم، كذلك تاريخ الميلاد بتاعنا يكون هو نفس تاريخ الميلاد اللي انت عاوز تغيره، وتبعت الرسالة اهم حاجة والبريد الالكتروني، وبعد كده تضغط على طبعا بالنسبة للهوية فده هيتم عن طريق الجيميل لو مربوط حسابك بجيميل، فلو طلب منك هوية تبعت الهوية بتاعتك. يا رب يكونوا استفادوا من الشرح. ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وشير. لو احتجتوا اي حاجة كلموني في التعليق هرد عليكم ان شاء الله، او على صفحتي على الفيسبوك. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.